لخلطه التندوري حطيناها في طاسه على النار. احنا ماشيين مع بعض خطوه خطوه لان الاكل هنا مربوط ببعضه، يعني ايه تفاصيله مع في المطبخ لازم يكون بالشكل ده كده. الخلطه دي انا هستخدمها دلوقتي مع البخاري، الرز البخاري اللي هنشوف مقاديره على الشاشه. رز بسمتي، جزر مبشور، زبيب، تاني رز بسمتي وجزر مبشور وزبيب وبصل وتوم وقرفه وحبان وورق لورو وزيت زيتون. تعالوا شوف نعمله مع بعض ازاي. اكله مش مكلفه ولكن طعمها مختلف، وهتتعمل دلوقتي بطريقه سهله وبسيطه. استاذن مخرجنا الجميل، نبص على التندوري بصه حلوه كده، عجبنا قوي شكله في الفرن على فكره. اهو صدور الفراخ اتبلت بالخلطه اللطيفه الحلوه. تقطيع الفراخ بنعتمد على الشكل الجميل اللي هنشوفه في الاخر مع بعض، اهي زي الفل. ومعانا الصينيه الجميله اللي في ارضيه الفرن اللي بتطلع البخار اللي بيحتوي صدور الفراخ حتى التسويه، اهو زي الفل. ونقفل الفرن بتاعنا، اه تمام. علي الفرن على الاخر. نشتغل في الرز البخاري، زيت زيتون. عايز انا الطعم بتاع الحبان، طعم الورق اللورو، طعم القرفه اللي هي الدارسين مع بعض. اعمل ايه؟ اخد دول كده مع بعض، حبهان، ورق لورو، قرفه خشب عشان الطعم. الرز البخاري بيعتمد على التوابل العربيه، ننزل بالبصلايه الناعمه الحلوه، اللهم صل على النبي، اهي. حلو قوي، البصله تتحمر مع التوابل دي اكيد بتاخد طعم. رز البخاري طبعا مش هنحط له زعتر، احنا في العاده بنحط زعتر على البصل عشان ريحه البصله والبخار اللي طالع ده. فص توم محترم كده وانا شغال، اه ازود بصله شويه، هقول لكم ليه دلوقتي حالا. مكعب زبده مع البصله، فين الزبده؟ اهي. وانا بحمر كده معايا جزر مبشور بنزل بيه هنا كده وانا شغال برضه، الجزره مع البصله مع التومه مع البهارات العربيه وانا شغال اهو، دي مهمه جدا. البصله والتومه والبهارات بتتلم مع الجزره كده، باخد نص الكميه دي يا عم الشيف برجعهم تاني هنا، نص الكمية تقريبا بالتوابل بكله زي الفل دول، واخليهم على جنب وانزل بالرز البسمتي بتاعي ادوره مع بقية الخلطة بالشكل ده كده اهو، وانا شغال واحدة واحدة كده، وتبقي عندك ثقة في نفسك وانت واقفة في المطبخ. مش لازم النص بالنص زي الشيف، عادي انت خدت شويه وانا اقول لك خدتهم ليه دلوقتي حالا. وانا شغال كده اتاكد ان دي ما فيهاش رز. اعمل ايه يا عم الشيف؟ اقلب دول مع بعض واسيبهم على النار اشوحهم، باخد الكميه اللي انا اشتغلت بيها من شويه اهي. عندي زبيب، الزبيب ده دايما الزبيب، اي فواكه مجففه، يميش، مشمشيه، قراصية، زبيب، اي حاجه يفضل انك تحطيها في ميه دافيه قبل الاستخدام. الزبيب والفواكه المجففه يفضل قبل استخدامها، معلومه غير معلومه اخواتي وحبايبي على السوشيال ميديا. فواكه مجففه في حاله استخدامها في الكب كيك او الكيك او الانجليش كيك او الرز يفضل وضعها في ماء دافي قبل الاستخدام، معلومه غير معلومه. ونقلب دول مع بعض ونخليهم كده عايزينهم شويه، ونحط عليهم شوية كزبرة خضراء ونخليهم على جنب شوية. حلوة أوي الخلطة دي، مهمة جدا. اسمها الكشنة بتاعة البخاري. وتقلبة الرز بتاعتنا، وعندنا على الحلة في النار في بوكيه جرنيه، مية مغلية، جزراية، بصلاية، تومية على النار بالشكل ده كده. دول لازم طبعا ياخدوا وقت على النار كده اهو، عايز شويه ميه حلوين، مش لازم مكسبات طعم، اهو مدرسه تانيه خالص اهو. الميه هنا بقى طعمها مختلف، نقلب كده حلو قوي، نظبط الملح بتاعنا
بتاع الرز البخاري على نار كده ونقلب. البهارات العربية هنا هي سيدة الموقف، إذا كان الحبهان اللي هو الهيل أو الدارسين اللي هي القرفة أو ورق اللورا أهو أو القرنفل اللي هو المسمار. وبعد التقليبة الحلوة دي يا عم الشيف باخد الماء المغلي بتاعي. اللهم صل على النبي، صلي على الحبيب، قلبك يطيب. اهو 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 هو ده الرز البخاري. اهو اهو صوت الميه غدير الماء. اهو شايفين معانا؟ اهو الرز خلاص خلص. ايه التركيبه يا عم الشيف؟ ان انا هغطي على الرز ده كده، والمثل الشعبي يقول لك ايه في القعده الحلوه؟ اطلع الرز لما يستوي بالشكل ده كده. اسيبه شويه لغايه لما ميته تبدا تنشف. ونصيحه مني، ما تغطيش الرز ايا كان، رز بشعريه، رز ابيض، رز شيخ الرز، رز بالخلطه، الا لما يغلي قدام عينك عشان تقدري تتحكمي في النار بتاعته. هنوطي النار شويه وناخد بعضينا ونشوف الصلصه بتاعت التندوري. اهي دي هتشارك في الرز البخاري. نقلب كده. هي على النار اهي. خلطة التندوري جميلة، عايز ادعمها بمكعب من الزبدة. على فكرة انت ممكن تحطيها جنب الفراخ وتغمسي منها عادي، غموس يعني، تحطيها جنب الرز البخاري وغموس زي أي صلصة. ونقلب كده. دي عبارة عن زبادي وعين جمل مطحون وتوم وبصل، كل ده نضرب في الخلاط مع معلقة نشا صغيرة أو معلقة نشا كبيرة حسب كمية الزبادي. وليه حطيت نشا يا مغازي؟ علشان القوام بتاع الصلصة ما يفرطش مني ويبرغل مني ويبقى شكله مش لطيف. اللي بيعصر ليمون على شوربة السي فود وهي سخنة بالحليب والكريمة غلط. اللي بيعصر ليمون على لبن مطبوخ على النار غلط، بيؤدي يطلع لك بعد كده لبن فارط. التقليبة دي مهمة جدا. هيبقى عندك قوام حلو دلوقتي، هتشوفه مع السادة ايه المصورين في حبايبي فرسان التلفزيون المصري. نشوف القوام ده كده، نجيب طبق نحط فيه المغرفة دي. خلي بالك الحاجات الصغيرة دي ممكن تخلي لك المطبخ كله لونه احمر، كأننا فتحنا حصة رسم. ونشوف كده القوام. شفت القوام ده كده؟ ده بقى هينزل على الفراخ دلوقتي، هناخد منه شوية نغذي بهم الرز بس بعد ما ميته ما تنشف بالشكل ده كده. خليها عندك في التلاجة، تستخدميها مع سمك فيليه، تستخدميها مع جمبري. هتقولي لي اللون الأحمر ده ضار؟ لا بالعكس، في منه طبعا موجود في المحلات بتاعة الأدوات الغذائية المسموح بيه، لطيف وجميل. ما عندكيش اللون الأحمر ده هقولك على طريقة لطيفة، هتجيبي حباية بنجر حلوة تسلقيها بالقشرة بتاعتها بعد ما تغسليها، وبعدين تقشريها وتاخدها في الخلاط وتضربها جامد بشوية مية، بقى عندك اللون ده، استخدميها زي ما انت عايز. بس حط في اعتبارك وحط في ذاكرتك كده ان انت مستخدمة بنجر، فلون البنجر وطعم البنجر كده هيبقى باين في الأكلة، فتبقى حاطة في الاعتبار ده. خلي بالك أنا بطلعك من مأزق انت مش عايزاه، هتقولي اللون وعنده مشاكل مش اقتنع بكلامي، مفيش مشكلة، ده بيستخدموه في الكيكات، في السبونج كيك، في كل حاجة حلوة. ده مش موجود زي ما قلت لحضراتكم تاني، بنجيب حباية بنجر تتسلق بالقشرة بتاعتها بعد ما نغسلها كويس، نسيبها لما تبرد بعد السلق جيدا ونشيل القشرة في قلب الخلاط بتحطيها، وتجيبي بنجر صغير مش كبير عشان الكبير بيبقى فيه شعر شعيرات كتيرة مش عايزه ده، وتضربها في الخلاط مع نص كوباية مية بتديك اللون ده. بس تاني تحط في الاعتبار وفي ذاكرتك انك مستخدمة بنجر عشان ما تلاقيش الطعم مختلف وتزعلي مني. تسمحوا لي اطلع فاصل صغير ونرجع رز بخاري. التركية الأخيرة اللي تقول إن هو بخاري هعملها مع حضراتكم، مش هبخل بيها على فكرة، والتندوري في قلب الفرن بيستوي. ونرجع لفطاير جميلة لكبار السن والأطفال، فطاير الشوفان بالتفاح. أو تروحوا بعيد تابعوني بعد الفصل وتعالوا نكمل مع بعض موضوع البخاري. افتح الرز يا عم الشيف، إيه الحلاوة دي؟ بص على الحلاوة، بص على الحلاوة. ده الرز البخاري بتاعنا معانا من بداية الحلقة، الجزر والزبيب اللي احنا مقلبينهم على بعض بنحطهم هنا كده على الوش. تاكل صوابعك ورا الرز ده وما نقلبوش، نسيبه على الوش كده. بالشكل ده كده.
نعم يا غالي، ممكن بالفراخ يبقى لطيف وجميل. واخد معلقه صغيره كده من الخلطه اللطيفه اللي بتبقبق على النار، اللي فيها عين جمل وفيها الفليفر والطعم بتاع التندوري اهي، دول كده اهو زي ما هم كده اهو اهو. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه اهو، في قلب نص الحله، واعمل تركايه كده لطيفه زبده اهو، واحطهم هنا ونغطي الحله دي يا عم الشيف. تاني عملت ايه؟ الرز لازم تعمليه لاولادك النهارده للامانه، يعني هتدعي لي. الرز البخاري على طريقه المغازي، الرز قلبناه مع بصله وتومه مع جزر مبشور، بعد ما خدنا كميه الجزر او نص كميه الجزر خليناه على جنب، حطينا عليها زبيب وكزبره خضراء، وبعدين حطينا البهارات العربيه بتاعتنا اللي هو اللومي او الحبهان والقرفه والمسمار اللي هو الدرسين والورق اللورا، وحطينا البهارات بتاعتنا ملح وفلفل. هنغطي الحله زي ما هي كده، مش هنقلبها، زي ما هي باللي فيها. الرز بتاعنا زي الفل اهو، نضرب فيه كده الشوكه الجميله الحلوه. نبص على الرز البخاري، الزبده فين؟ راحت مطرح ما راحت اهي اهو. ساقعه، بص انا هعمل ايه دلوقتي اهو اهو اهو، هخطط لمستقبلك اهو اهو اهو. بس خلاص، ونغرف الرز بتاعنا الجميل الحلو ده كده، اللهم صل على النبي. فين طبق الرز؟ هو ده. الله تعالى يا حلو، اللهم صل على النبي. شويه رز بقى، يا ترى رز بالخلطه ولا رز بالكبد والكلاوي ولا الله. لا شايفين الحبه الحمراء مع الجزرايه مع الزبيب، الصوره الحلوه تجيبها منين ومنين؟ شويه الزبيب وشويه الجزر هنا معليين شخصيه الرز، وديها في مكان تاني خالص. شفت لازم يفلفل ازاي ست الكل اللي كانت بتسال على الرز البسماتي بيتعمل ازاي؟ الف هنا وشيفا للي ياكل. انا بحب قوي الزبيب اللي مع الرز، سواء الرز البسماتي او الرز المصري ايا كان، بيبقى طعم الزبيب حوق السكريات اللي فيه بتبقى لطيفه، وخاصة لو معاه جزر. ما اقولكمش يعني، بضعف انا. طيب نشتغل بقى، دايما سايب الفطاير بتاعتي للاخر عشان مخرجنا اول ما يفاجئني ويقول لي وقتك خلص ابقى انا ايه في الامان. ده الطبيعي، اروق الدنيا كده عشان الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها كالعاده. دايما لما تزين الرز اللي فيه خضروات او فيه زبيب زينيه بالكزبرة الخضراء يفضل. فكرة البرياني، شكل الرز حلو، بصل أخضر أنا عاشق له في الشتاء، باخده كده بالشكل ده كده. الحاجات دي موجودة دلوقتي، ربنا أنعم علينا بيها في أيام الشتاء. يا سلام، قطمة بصل أخضر مع معلقتين رز، بألف هنا وشفا للي ياكل. طبق لوحده على السفرة كفيل إن هو يتكلم مصر بوجود البصل الأخضر عليه. تعالوا نشتغل مع الفطاير بتاعت الحلوة. طاسة مخصصة لكده أهي معانا. الصلصة دي عايز أغرفها على فكرة، خليها هنا جنب الأكل اللي عايز يغمس منها. عاجبة اللون بتاعها، عاجبة مخرجنا قوي على فكرة. أنا عارف إنك بتحب الألوان دي. دي الخلطة اللي كانت معانا خالص في بداية الحلقة. عينيا. لا الصلصة دي رهيبة 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 رهيب رهيب رهيب. زي الفل. وما اعمل ايه بقى التركية الحلوة؟ معاني انا اخضر. انا صاحب مزاج في الايه؟ في البرزنتيشن بتاع الاكل. يعني ورق النعناع الاخضر ده كده ينزل على الصلصه الحلوه دي كده ومع الرز بتاعنا ده كده، وتعشت زي ما بيقولوا مع صدور الفراخ الجميله اللي بتتكلم مصري، عشان اعملها شيف مصري مع ان جذورها واصلها المطبخ الهندي او المطبخ المكسيكي. زي الفل.
We'll be right back.